فلسطين تتمتع بوفر عالي جدا من مخزون الطاقة الشمسية تؤهلها بتنفيذ مشاريع ريادية باستخدامات الطاقة الشمسية، سواء مشاريع تحلية مياه أو مشاريع ضخ المياه أو مشاريع إنارة الأماكن السكنية الغير مضاءة بواسطة الخلايا الشمسية. فالخلايا الشمسية على سبيل المثال تحول الإشعاع الشمسي إلى تيار مستمر، ومن ثم هذا التيار يتم تخزينه في بطاريات خاصة، ومن خلال محولات خاصة يتم تحويله إلى تيار عادي يمكن استخدامه في أي تطبيقات أو لتغذية أي أحمال كهربائية تحتاج إلى الطاقة الكهربائية. تم تنفيذ المشروع الأول في شمال الضفة الغربية في قرية عطوف، ومن ثم بعد تنفيذ المشروع الأول ونجاح المشروع الأول تم تطبيق مشروع آخر في جنوب الضفة الغربية في قرية منيزل جنوب يطا. هذا المشروع يخدم تقريبا 40 بيت مع مدرسة مع عيادة صحية صغيرة، ويعمل على إنارة هذه القرية كاملة خلال 24 ساعة على مدار 24 ساعة. تم تطبيق هذا المشروع بالتعاون مع وبدعم من التعاون الإسباني، وتم تنفيذه أيضا من خلال مركز بحوث الطاقة في الجامعة بالتعاون مع شركة كهرباء الجنوب وسلطة الطاقة. المشروع في قرية منيزل يتكون من خلايا شمسية بقدرة 13 كيلو واط. هذه القدرة كافية لتغذية الأحمال الكهربائية الموجودة في هذه القرية على مدار الساعة، ولكن بقدرات محدودة طبعا لكون أن النظام محدود. تم إتاحة المجال لكل مشترك في هذا النظام أن يتمتع بوفر من الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة بقدرة تقريبا 1 كيلو واط في اليوم الواحد. إذا احتاجت القرية إلى استهلاك أكبر من الطاقة الكهربائية يمكن الاستعانة بمولد تم شبكه على التوازي مع هذه الأنظمة الخلايا الشمسية لتعويض النقص الذي يمكن أن يتم داخل البطاريات نتيجة الاستهلاك الكبير داخل القرية. أي أن النظام هو مركزي، نظام خلايا شمسية مركزي، ولكن مربوط على التوازي مع مولد ديزل لتغذية النقص الذي يمكن أن ينتج في خصوصا في فصل الشتاء أو في أوقات تكون فيها غيوم أو تكون فيها نقص في الإشعاع الشمسي لتغذية كامل القرية على مدار الساعة. نيزل هي من القرى المهمشة اللي حاولت السلطة ضمن برامجها بالتعاون مع شركة كهرباء الجنوب لتنوير وكهرباء جميع المناطق المكهربة. تواجهنا بمشكلة اللي هي الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفات مناطق ألف باء وجيم. منيزل هي من ضمن مناطق جيم اللي تحتاج إلى تصريح مسبق لتجربة الكهربائية. منيزل لها موقع مميز، تقع في خاصرة مستوطنة إسرائيلية كانوا يتحكم في الدخول والخروج، وبالتالي أول مشروع كان لمنيزل كان كهربتها ضمن مولد ديزل. لم نستطع إدخال المواد، تم تهريبها ليلا الأعمدة والشبكة، وقامت طواقم شركة كهرباء الجنوب بتركيب المواد اللي قدمتها سلطة الطاقة مشكورة للقرية المذكورة. تم بناء الشبكة، تم تركيب المولد، لكن لسوء الحالة المادية للمواطنين لم يتمكنوا حتى من توليد المولد لأنه يحتاج إلى محروقات ولا توجد ميزانية للمحروقات. المحافظة مشكورة تبرعت له ب 3000 شيكل، شغلوا فترة وتوقف. فبدأنا نبحث عن مصدر بديل، فكانت بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية لأن مشروع بناء محطة للطاقة المجددة عن طريق الطاقة الشمسية خلايا ضوئية. وبعد دراسات قام الدكتور عماد بريك مشكور مع طاقمه بتمويل من الحكومة الإسبانية، تم تأمين التمويل اللازم للمشروع، تم عمل الدراسات وتم بناء المحطة اللي تفضلتم رأيتوهم في الموقع. المحطة طبعا لا تلبي الاحتياجات الكاملة للمواطنين وإنما شيء أحسن من لا شيء. وكم كانت يعني لو عند افتتاح المشروع كنت لاحظ قديش كانت سعادة الناس بهذا المشروع البسيط في حجمه الكبير في معانيه. كان في تفاهم من قبل الأهالي هون في القرية لطبيعة المشروع وأهمية المشروع. مشكلة ثانية في بداية المشروع اللي هي عدم الوعي لدى المواطنين عندنا في تنفيذ مثل هذه المشاريع. يعني هذه المشاريع جديدة عندنا ولا يوجد هناك وعي في طريقة التعامل مع مثل هذه المشاريع. وللتغلب على هذه المشكلة تم إشراك مركز الخدمة المجتمعية من جامعة النجاح لعمل ورشات عمل لأهل القرية هنا لتثقيفهم على أهمية المشروع وطبيعة المشروع وكيفية توليد الطاقة مثل
في هذه من خلال هذه الأنظمة، وكذلك في أمور مهمة جدا وهي ترشيد الاستهلاك وتقليل الاستهلاك والمحافظة على ديمومة المشروع وكيفية المحافظة عليه. فكان ورشات عمل متخصصة في إمكانية استغلال الطاقة المتاحة لهم على فترات طويلة وفي استهلاك أفضل وفي تقنين أفضل، أي أن لدى كل مواطن هنا أو لكل عائلة الآن دور في أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع. بعض المشاكل الأخرى مثل على سبيل المثال إحضار هذه الخلايا يعني أخذ وقت أطول من اللازم، كونه لا يوجد في فلسطين تصنيع لمثل هذه الخلايا فتم استيرادها من الخارج. عند تنفيذ مثل هذه المشاريع نأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من ضمنها المعيار الاقتصادي والمعيار الاجتماعي والمعيار الفني، فتم تطبيق هذه المعايير على هذه القرية وتم اختيارها. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمعيار الفني يجب أن تكون القرية غير مضاءة، لا يمكن إيصال التيار الكهربائي لها التقليدي على مدار أو خلال الفترات القادمة القريبة القادمة، بحيث نأمن بأن هذا المشروع سوف يكون له استمرارية. يتم اختيار الموقع بحيث يكون هناك تعاون بين الجهات المختلفة سواء داخل الموقع أو الجهات المسؤولة عن هذا الموقع. فعلى سبيل المثال كان في تعاون كبير بين بلدية يطا وشركة كهرباء الجنوب وسلطة الطاقة في اختيار، أيضا شاركناهم في اختيار هذا الموقع. مشروع النيزل طبعا يأتي ضمن مشروع إنارة القرى غير المكهربة في الضفة الغربية اللي بتتبناه سلطة الطاقة الفلسطينية، وهذا المشروع طبعا يأتي في سياق برنامج موسع لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لخدمة الكهرباء في المناطق الفلسطينية. في عندنا طبعا هذا البرنامج يتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول اللي هو مشروع كهرباء المناطق غير المكهربة، وهذا المشروع طبعا بتمويل كامل من السلطة الوطنية الفلسطينية، موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، واللي يتبناها طبعا دولة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء في عام 2009. يأتي طبعا ضمن برنامج الحكومة اللي هي لدعم صمود المواطن الفلسطيني وإيصال الخدمات لجميع المناطق السكانية في الوطن. مشروع كهرباء منيزل طبعا كان ضمن مشروع إنارة 65 تجمع سكاني وخربة وقرية في محافظة الخليل اللي نفذ سلطة الطاقة الفلسطينية في العام 2009 و2010، حيث طبعا مع نهاية هذا العام ممكن أن نحكي أنه لم يتبقى في محافظة الخليل سوى تجمعين سكانيين بدون تيار كهربائي دائم، منها طبعا قرية منيزل اللي تزود الآن بالكهرباء من خلال برنامج من خلال مصدر مشترك من الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مولد يعمل بالديزل. وفي عندنا القرية الأخرى التي مصدر الكهرباء اللي هي قرية بيرين، وهي عبارة عن تجمع سكاني يأتي بجانب مستوطنة. هذول القريتين طبعا ما استطعنا أن نوصلهم الكهرباء بشكل دائم، لأنه طبعا هاي المناطق لا يوجد لها مخطط هيكلي، طبعا إعاقة من الاحتلال الإسرائيلي اللي برفض إعطاها مخطط هيكلي، وبالتالي فيش إمكانية للحصول على ترخيص لتزويد هاي المنطقة بخطوط كهرباء سواء من الشبكة القطرية أو من القرى المجاورة. يعني الخلايا الشمسية هاي بتحول الإشعاع الشمسي مباشرة إلى تيار كهربائي، التيار الكهربائي من خلال بطاريات خاصة يتم تخزين هذا التيار الكهربائي بفولتيات يتم تصميم النظام عليها. فهنا على سبيل المثال عندنا 90 لوحة، كل 3 لوحات مشبوكين على التوالي مع بعضهم البعض، وكل 5 صفوف تم تجميعهم على التوازي، بحيث أنه عندنا 5 أسلاك خارجة من النظام الكهربائي. هذه الأسلاك تدخل إلى كنترولر موجود داخل الغرفة، الكنترولر يعمل على تنظيم عملية الشحن داخل البطاريات، ومن ثم تحويله إلى من خلال محول خاص تحويله إلى طيار وفولتية مناسبة لتغذية الأحمال الكهربائية. النظام يعمل منذ فترة سطوع الشمس على هذه الخلايا، فهي تحول التيار الكهربائي مباشرة، أي لا تحتاج إلى وقت من تحويل التيار من تحويل الإشعاع الشمسي إلى تيار كهربائي على فترة اليوم الواحد، على فترة من شروق الشمس حتى غيوب الشمس. ولكن هناك التيار يكون مختلف حسب كمية الإشعاع الشمسي وحسب قوة الإشعاع الشمسي الساقط على هذه الخلايا، فالإشعاع الشمسي يكون في ذروته في فترة الظهر، ولكن في أوقات الصباح وأوقات المساء يكون ضعيف. إذا كانت أحمال كهربائية داخل القرية أكبر من الذي تم تصميم عليه النظام، فهناك مولد ديزل ممكن أن يعمل بالتوازي مع هذا النظام لتغطية الأحمال الإضافية.
بالنسبة لتوزيعة النظام بالنسبة للطاقة الشمسية يجب أن يتوفر التمويل اللازم لزيادة حجم النظام. فمن المعروف أن هذه الخلايا هي باهظة الثمن، والطاقة المولدة من هذه الخلايا أعلى من الطاقة المولدة من خلال الطاقة التقليدية أو مصادر الطاقة التقليدية أو الطاقة المشترى من شركة الكهرباء القطرية. فبالتالي هذه الأنظمة عادة تكفي في الحد الأدنى من احتياجات السكان، أي لا يمكن من خلال هذه الأنظمة تغذية أحمال كهربائية كبيرة أو إمكانية إتاحة المجال لاستخدام استهلاك كبير داخل البيوت المغذاة من قبل هذه الأنظمة بسبب التكلفة العالية. فبالطبع ممكن تصميم أي نظام سواء كبير أو صغير حين يتوفر التمويل اللازم، ولكن هذا المشروع تم تطبيقه في هذه القرية بمحدودية النظام الموجود حاليا. خلال ربط الخلايا الشمسية على التوالي والتوازن ثم تقسيمهم إلى مجموعات، تم تقسيم 90 خلية اللي في الخارج إلى 5 مجموعات، ومن خلال هذه المجموعات من خلال كوابل أرضية تأتي هذه الكوابل إلى هذا الجزء. هذا الكنترولر يقوم بتشييك على الفولتية والتيار القادم من الخلايا، ومن ثم إخراجها إلى بطاريات خاصة في الغرفة المجاورة التي تقوم بعملية التخزين. وأيضا هذا الكنترولر مربوط مع الكوابل الخارجة من بطاريات التخزين، ومن خلال الانفيرتر يتم تحويل هذا التيار المستمر الذي تم تخزينه في البطاريات إلى فولتية وتيار يمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة. وهذه لوحة التوزيع تقوم بتوزيع التيار الكهربائي على كافة المشتركين، وهذه أيضا تم تقسيم فئات الاستهلاك هنا بحيث أن كل مجموعة من المستهلكين على مغذي خاص بهم ويتم الاستهلاك خلال فترة النهار الواحد. كل مواطن تم تحديد كمية الاستهلاك المتاح له، أي أنه يمكن أن يقوم باستهلاك الكهرباء على مدار الساعة ولكن بقدرات وباستهلاك محدود طبعا لطبيعة النظام محدودية النظام. في هذه الغرفة يوجد هنا بطاريات 24 بطارية يتم توصيلها على التوالي، بحيث التيار القادم من أنظمة الخلايا الشمسية يتم تخزينه خلال فترة النهار فترة الإشعاع الشمسي في هذه البطاريات، وهذه البطاريات من خلال المحول الخاص تقوم بتحويله إلى تيار كهربائي متردد وفولتية مناسبة لعملية الاستهلاك لدى المواطنين في البلد. حجم هذه البطاريات يكفي لتغذية كامل القرية على مدار اليومين، أي أنه تم أخذ بعين الاعتبار احتياط بحيث أنه إذا لم يتوفر تيار كهربائي خلال فترات النهار الواحد بسبب طبيعة الأحوال الجوية أو نتيجة للظرف ما، فتقوم هذه البطاريات بإمكانية تخزين تيار كهربائي لمدة يومين بكامل احتياجات القرية من الأحمال الكهربائية.